لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، فما بقي في يدي إلا صحيفة يماني. هذا الكلام قال خالد بن الوليد عن أول معركة شارك فيها مع المسلمين، واللي هي معركة مؤتة، أول معارك المسلمين ضد الروم، واللي يعتقد بأنها المعركة اللي تبين لك فعلا من هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليش هم خير من مشى على الأرض بعد الأنبياء. وفي هذه المعركة ظهرت أول بطولة لخالد بن الوليد في التخطيط العسكري، وبعد هذه المعركة بالتحديد سمي بسيف الله المسلم، واللي سماه النبي صلى الله عليه وسلم. ما أبغى أحرق عليكم كثير، بس في هذه المعركة كل صحابي واحد قاتل 70 محارب مدرع بالحديد من الروم. الأحداث الحقيقة كثيرة جدا في معركة مؤتة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا ومأواكم ومثوانا ومثواكم يا رب العالمين. هذه المعركة هي أول معركة شارك فيها سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه، وهي المعركة اللي سمي بعدها بسيف الله المسلول. وهذه المعركة القوية هي أول معركة ما يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما يشارك في بعض السرايا اللي يرسلها لبعض المناطق. أكيد أنك تتساءل ليش النبي صلى الله عليه وسلم ما يشارك في هذه السرايا. السبب قالها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح رواه أبو هريرة رضي الله عنه، بين فيه ليش السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشارك في بعض السرايا، وهو نفس السبب اللي ما شارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم في معركة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعد الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيله، أي في سبيل الله سبحانه وتعالى، وإيمانا بي، أي إيمانا بالله سبحانه وتعالى، وتصديقا برسلي، أي برسل الله سبحانه وتعالى، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غني. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن سبب عدم خروجه لبعض السرايا، ثم قال: والذي نفسي بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تخرج في سبيل الله، ولكن لا أجد ساعة فأحمله، ولا يجدون ساعة فيتبعوني، ولا تطيب أنفسهم فيتخلفون بعدي، والذي نفس محمد بيده لودت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين ويوضح سبب عدم خروجه لبعض السرايا، فيقول: لو خرج في كل سرية بيتسارع الكثير من المسلمين بالمشاركة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم لا يملكون المال ولا المقدرة المادية ولا الدواب حتى إنهم يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبيتكلفون الكثير على حالتهم الصعبة اللي كانوا يعيشون فيها. فتخيل معي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في غزوة وانت ما انت قادر انك تخرج معه، انت كذا راح تخرج يعني، مع انك ما عندك المقدرة، لكن ما بتخلي النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ويخاطر بنفسه وهو نبي الله سبحانه وتعالى وانت جالس في البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخلف عن بعض السرايا عشان يخفف على بعض الفقراء، فقراء الصحابة، انهم يجلسون ولا يخرجون يعني. ومنها معركة اليوم، مع انه خرج في معركة اليوم 3000 صحابي. خذ لك شي تاكل ولا تنسى تتابعني في كل السوشيال ميديا، اكتب انس اكشن وباذن الله العلي العظيم راح يطلع لك. من دون ما نطول بسم الله نبدا. في السنة 8 هجري أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الحارث ابن عمير الأسدي برسالة لملك بوصرة يدعوه للإسلام، وانطلق الحارث رضي الله عنه لجهة الشام. بس يوم قرب من بوصرة قابل شخص اسمه شرحبيل بن عمرو الغساني، وكان هو أمير عينها القيصر على البلقاء، كانت منطقة في الشام، وكان هو ملك الغساسنة ذاك الوقت، يعني كان رجل مهم جدا. في يوم لقي شرحبيل مسك الصحابي وقال له: أين تريد؟ فقال الحارث رضي الله عنه: أريد الشام، أنا رايح متجه للشام. فقال شرحبيل: فلعلك من رسول محمد. فقال الصحابي: نعم. تغير وجه شرحبيل وقال: عرفت، ومسكه وأمر أعوانه بأنهم يربطونه، فربطوه، فطلع سيفه شرحبيل وضرب راس هذا الصحابي، ضرب راس الحارث ابن عمير، قتل رسول من رسل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان القانون الدولي زمان يعني قتل الرسل هذه جريمة وإعلان للحرب، ما فيه مزح أبدا في سالفة الرسل، الرسل لا يقتلون أبدا. في يوم سوى فعلة هذه كأنه أعلن الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم غضب شديد، وقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وأمر الصحابة بأنهم يتجهزون للقتال. بس من بيقاتلون؟ بتقاتل الدولة الرومانية، يعني بتقاتل إمبراطورية كاملة، والمسلمين دولتهم المدينة وما حولها، يعني المقارنة بين بعض بعيدة جدا. بس اسمعوا شو اللي صار بالضبط. قاموا الصحابة وتجهزوا للقتال، وجهز النبي صلى
صلى الله عليه وسلم جيش مكون من 3000 مقاتل من الصحابة، من شجعان الصحابة، ويعتبر أكبر جيش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليكم زيد بن حارثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر على الجيش زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة هذا كان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، تبناه النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، قبل ما يحرم الله سبحانه وتعالى التبني، كان قبل اسمه زيد بن محمد، وكان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم حب شديد. وزيد بن حارثة هذا كان من السابقين الأولين للإسلام، كان مولى يعني خادم للنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم زيد بن حارثة، فإن أصيب زيد فجعفر، فإن أصيب جعفر فعبد الله ابن رواحة. فعين النبي صلى الله عليه وسلم 3 قادة، 3 أمراء، زيد بن حارثة فإذا قتل زيد بن حارثة يتولى الإمارة أو القيادة، جعفر بن أبي طالب فإذا قتل جعفر فعبد الله ابن رواحة. قام جعفر وقال يا رسول الله ما كنت أرغب أن تستعمل علي زيدا، لأن زيد كان خادم للنبي صلى الله عليه وسلم. قام جعفر يعني قال كان وليتني أنا من باب المنافسة يعني ود أنه هو يؤمر على الجيش. بس كان رد النبي صلى الله عليه وسلم بداخله معنى عميق، قال النبي صلى الله عليه وسلم امض فإنك لا تدري في أي ذلك خير. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم شيء ما يعرفه جعفر. فعقد النبي صلى الله عليه وسلم لواء أبيض ودفعه إلى زيد بن حارثة اللي هو قائد الجيش في ذاك الوقت الحين، يعني زيد بن حارثة كان قائد الجيش، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يروحون لنفس المكان اللي قتل فيه رسول النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الحارث، ويصرخون في البيزنطيين يا إنهم يسلمون يا إنهم يقاتلون، يا يستجيبون أو القتال. فخرج الجيش من المدينة وعسكروا على أطراف المدينة في منطقة تسمى بالجرف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أهل المدينة خرجوا مع الجيش عشان يودعونه. خلاص الجيش خارج يقاتل إمبراطورية كاملة وهم 3000 يعني. فودعوهم أهل المدينة وودعوا أمراء النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم القادة، ودعوا زيد ودعوا جعفر. يوم إنهم جوا عند عبد الله بن رواحة بكى فجأة، بدأ يبكي. فقالوا له أهل المدينة ما يبكيك، ما يبكيك يا ابن رواحة؟ فقال عبد الله بن رواحة أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله تعالى يذكر فيها نار جهنم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فماني عارف كيف بأنجو بعد ما أمر على جهنم. فردوا عليها أهل المدينة صاحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين، يعني زي اللي يقول يعني إن شاء الله كل خير بإذن الله الأمور طيبة. بس رد عليهم عبد الله بن رواحة وقال لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبد أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد حتى يقال إذا مروا على جدثي أرشده الله من غاز وقد رشدا. ويقصد بجدثي يعني قبري، يعني حتى إذا مروا على قبري يتذكرون شجاعتي وكيف أني كنت غازي في سبيل الله سبحانه وتعالى. بعدها راح عبد الله بن رواحة للرسول صلى الله عليه وسلم عشان برضه يودعه، وهو رايح جهز لها أبيات. يوم وصل للنبي صلى الله عليه وسلم قال فثبت الله ما آتاك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذي نصر إني تفرست فيك الخير أعرفه والله يعلمه أن ما خانني البصر أنت الرسول ومن يحرم شفاعته يوم الحساب فقد أزرى به القدر. قال هذه الأبيات وهو واقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فرد عليه النبي وقال وأنت فثبتك الله يا ابن رواحة. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالتثبيت وكأنه يعلم عنه شيء أو موقف هو حتى ما يعرفه ابن رواحة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم والجيش قدامه وقال لهم أوصيكم بتقوى الله وبمن معكم من المسلمين خيرا اغزوا بسم الله فقاتلوا عدو الله وعدوكم بالشام وستجدون فيها رجالا في الصوامع معتزلين فلا تعرضوا لهم لا تقربون منهم يعني وستجدون آخرين للشياطين في رؤوسهم مفاحص يعني كأن الشيطان متربع في رؤوسهم كأن الشيطان عشعش في رؤوسهم يعني مثل الشياطين لا فكر ولا مبدأ ولا أي شيء ناس عايشين فقط على الشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فافلقوها بالسيوف يعني رؤوس الله أكبر. وبعدها قال ولا تقتلن امرأة ولا صغيرا رضيعا ولا كبيرا فانيا ولا تغرقن نخلا ولا تقطعن شجرا ولا تهدموا بناء. وسند هذه الخطبة اللي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم منقطع وعلى الأرجح أن سندها ضعيف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يوصي أي سرية تخرج في سبيل الله ما يحضرها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يوصيهم النبي صلى الله عليه
وسلم ويقول في الحديث الصحيح: اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله ولا تغلوا، يعني لا تسرقون من الغنيمة حتى توزع بين المسلمين، ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، فإذا عهدنا لا نغدر ولا نمثل بالجثث، والتمثيل بالجثة هو تقطيعها وأخذ أجزاء منها، ولا نقتل إلا من وجب علينا قتاله، فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال، أيتها أجابوك فاقبل منه وكف عنهم. وركزوا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال عدوك من المشركين، والثلاث خصال هذه إنهم يدخلون في الإسلام أو يدفعون الجزية أو مالهم إلا السيف. هذا هو الإسلام، جمع ما بين القوة والشجاعة وما بين الرحمة والعقلانية والتوازن. طبعا الجيش كان بيبيت في أطراف المدينة ويحرك في اليوم الثاني في الصباح، وكان وقتها يوم جمعة، وتجهيز الجيش يأخذ وقت مو شيء بسيط، خاصة أن المسافة من المدينة إلين الشام. في يوم أصبح الصباح تجهزوا الجيش لكنهم تأخروا في التجهيز، وكان عبد الله بن رواحة ينتظر، كان جاهز من بدري، جلس يناظر في الجيش وهو باقي يجهز وباقي مطولين وما باقي على صلاة الجمعة شيء. كملوا الجيش التجهيز لكنهم لاحظوا أنهم فقدوا عبد الله بن رواحة، هو بيكون قائد في الجيش يعني، وين راح؟ وهم يجهزون الجيش ويناظرون في بعض عبد الله بن رواحة، لكن ما شكوا كثير يعني، لعله موجود يقضي حاجته شيء زي كذا، فما وقفوا ومشيوا الجيش على أمل أن عبد الله بن رواحة يعني يتبعهم. وجاء وقت صلاة الجمعة، وقام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، يخطب خطبة الجمعة، والجيش يتجهز، افتقدوا عبد الله بن رواحة ما هو موجود، والصحابة جالسين بالمسجد. فجأة إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ أن مع الصحابة عبد الله بن رواحة اللي أمره على الجيش، جالس بين الصحابة في صلاة الجمعة في المسجد جالس. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ قال عبد الله بن رواحة: أردت أن أصلي معك الجمعة ثم ألحقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم، يعني مشيتهم للقتال في سبيل الله أعظم من أنك تنفق ما في الأرض، ما يساوي أجر مشيتهم للقتال في سبيل الله. الحقيقة موقف عبد الله بن رواحة هنا أثر فيني كثير، كيف أن هذا الصحابي حريص على أن يحضر صلاة الجمعة، مع أن هذه القصة فيها ضعف، ولكن فعلا الصحابة كانوا بهذا الحرص على الصلاة. أما فضل الذهاب للقتال في سبيل الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. قام عبد الله بن رواحة وخذ أغراضه ولحق بالجيش وانضم للجيش. جيش الصحابة كان 3000، وكان يعني جيش ضخم يعتبر، بس هم مستوعبين أن يعني رايحين يقاتلون إمبراطوري، فما هم عارفين وشو العدد اللي راح يقابله. وصل خبر جيش المسلمين لشرحبيل اللي هو أمير الغزازنة، فقام شرحبيل وقال: جهزوا الجيوش. قاموا اللي حوله وقالوا: كم طال عمرك؟ قال: جهزوا 100,000. 100,000 ضد 3,000 من الصحابة، يا رجل عدد مو طبيعي. فقام شرحبيل وجهز 100,000 مدرعين بالحديد، مليانين حديد يا رجل، أصلا كانت طبيعتهم كذا، ما كانوا يقاتلون بدرع وسيف زي الصحابة أو العرب، لأن العرب كانوا أقوياء وأشداء وشجعان، يعيب اللي ياخد دروع كثير، يعني يلاحظونها العرب زمان، كيف لك بالصحابة اللي كانوا أصلا عندهم فكرة الشهادة في سبيل الله. أما هذولا فكانوا يعني أنسابهم متقطعة، كفار مشركين ما عندهم لا عقيدة ولا عندهم شيء، كانوا يترسون بالحديد من راسه إلى رجولة حديدة، ومية ألف منهم، مية ألف ضد 3,000 من الصحابة، كل واحد يعني يلا يلا اللي عنده درع هذا غني يعني. طبعا الصحابة في ذاك الوقت ما يعرفون عن هذا الجيش وكم عدده، بس ماشيين في سبيل الله، صح إن بنقابل إمبراطورية كاملة، بس حنا في سبيل الله وإلى الله نمضي يعني. بس شرحبيل ما اكتفينا، فنادى رسول الله وقال: اكتب هذه الرسالة ووصلها لهرقل. وفعلا كتب الرسالة ووصلها لهرقل. في يوم وصل هذا الرسول لهرقل، أمر 100,000 محارب ينضم إلى جيش الغزازنة ويقاتل معهم. فصار الحين جيش المشركين 200,000 يا رجل، 200,000 ضد 3,000، تخيلوا معي، هذول معهم عدة ومجانيق وكل شيء تبغاه في عقلك، إمبراطورية يا رجل، ضد 3,000 من الصحابة يوزعون الدروع كأنه شيء غالي جدا. وصل خبر هذا الجيش العظيم للصحابة، وصلهم خبر أن 200,000 مقاتل من الروم راح يواجهونهم ومنتظرينهم في المكان هذا. فوقفوا الصحابة: 200,000 مقاتل؟ حنا 3,000، اصبر هدي شوي، خلينا نستوعب العدد. 200,000، والمكان اللي وقفوا فيه كان اسمه ميعان، واتفقوا الصحابة بأنهم يبيتون هناك بس عشان يفكرون في خطة أو في موضوع يدبرونه. يعني 200,000 يا رجل، ما كنا نفكر إن 200، يعني قول 10,000 كفاية، 200,000 فعلا. بيتوا ليلتين يفكرون بأمر 200,000 هذولا،
عدد مجنون يا رجل. وهم يخططون قالوا نكتب للرسول صلى الله عليه وسلم رسالة نعلمها بأن عددهم 200,000، عسى يمدنا برجال أو يعلمنا بطريقة من الله سبحانه وتعالى نغلبهم فيها. وقاموا طرف ثاني يعطون خطة جديدة، وهذول يحطون خطة كل واحد يخطط، وكان من اللي يخطط معهم خالد بن الوليد، وكانوا يخططون في خطة يعني يغلبون فيها هذا العدد الكبير جدا، مع أن عدد المسلمين 3,000 والكفار 200,000، إلا أن ولا صحابي من الصحابة أعطى رأي بالانسحاب أبدا، ما في ولا واحد منهم قال إن ننسحب ونرجع للمدينة. بس كثرة الآراء والكلام بدأ يزيد، وكل واحد جالس يعطي خطة جديدة. فقام فيهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وصرخ في الجيش كامل وقال: يا قوم، والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة، كلنا طلعنا نطلب الشهادة، وما تقاتلون الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما تقاتلونهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. هذه الخطبة اللي ألقاها عبد الله بن رواحة غيرت نفسيات الصحابة 180 درجة، وفعلا إن الذكرى تنفع المؤمنين، ذكرهم بالسبب الرئيسي اللي خرجوا له. فيقول الشيخ أبي حسن رحمه الله عن هذه الخطبة: بعثت هذه العقيدة والنفسية طمأنينة في أنفسهم وسكينة في قلوبهم وشجاعة خارقة للعادة واستهانة بالعدد والعدة وعدم عبادة للمادة وعدم اتخاذ الأسباب أربابا، وعرفوا بأنهم يقاتلون بقوة الدين ويظفرون ويغلبون ببركة الإسلام، فكانوا شديدي احتفاظ كثيري الاعتداد بها، يعني توكل على الله في أعلى مراحله. فقالوا الصحابة لعبد الله بن رواحة: قد والله صدق ابن رواحة. وقاموا كل واحد خلاص بيد سيف وبيد الثاني كفن، يعني ننتصر يعني نموت. شجاعة امتلأت قلوبهم الشجاعة، متشوقين للقاء الله، وتوجهوا لأرض العدو. كل واحد خلاص ما في وجهه إلا يا ننتصر يا نموت. بالله أباك تتخيل صدق كيف كان شعور راح تقاتل 200,000 وأنتوا 3,000؟ والله ماني داري ايش أقول يعني. يا جماعة الخير والله شيء جدا عجيب، يعني أنت لوحدك راح تقاتل 100 مقاتل تقريبا، أو بالأصح 70 مقاتل، 70 مقاتل أنت ضد 70 شخص مدرع بالحديد والأسلحة. في يوم وصلوا حدود البلقاء شافوا الصحابة هذا السواد الكبير جدا، يعني صح العدد في عقلها كده 200,000، لكن يوم تشوفه قدامك شوف كيف الجبال مليانة بالسواد. إيش هذا؟ جيوش عظيمة جدا يا رجل. الصحابة يناظرون في هذا العدد العظيم ويناظرون في أنفسهم، هم يعني كل واحد يعني يوزعون الدروع يعني بالقطارة. طبعا المسلمين هنا انحازوا لمنطقة اسمها مؤتة، وكانت قرية قريبة من البلقاء، وعسكروا فيها، وقاموا جيوش المسلمين يتجهزون، خلاص يتجهزون للقتال، يعني تقريبا 50% راح نموت، يعني يمكن حتى النسبة أكبر. وقسم زيد بن حارثة الجيش لقسمين، قسم في الميمنة وقسم في الميسرة، وخلاص الجيشين متقابلين أمام بعض، جيش المسلمين مثل قطرة الحبر في بحر كامل. خلاص الصحابة استبسلوا والطريق واحد وما في خيار غير أن نهاجم، وتوكلنا على الله واستودعنا الله أنفسنا، فكبروا الصحابة وبادروا بالهجوم. ناظروا الروم، يعني اصبر خلينا نركز، حنا 200,000 وهذول 3,000 بهذه الشجاعة وبكل هذه الجراءة يهجمون علينا هم في البداية. بس دخلوا المسلمين في جيوش الروم وكأنها لا شيء، 3,000 صحابي دخلوا في 200,000 سيل من جيوش الكفار صدق. وانصدموا الروم بأن عدد كبير من الروم جالس يطيح، جالس يموت، كل شوية واحد يموت منهم من أول لحظات كذا، يا أخي المنظر عجيب جدا. فقام الروم يعني شفت اللي انصدم صدمة قوية، إيش هذه الشجاعة؟ فقام الروم يركزون على اللي ماسكين الرايات، الراية الحين بيد زيد بن حارث، في تجمع الروم عليه، وكان يقاتل وحده هو 100 مقاتل، وكل شوية يضرب واحد ويموت، يضرب واحد ويموت بيده الراية، يعني يقاتل بيد واحدة، يعني إذا عاد بيدك الراية ما معك درع، ومع ذلك كانوا يقاتلون بكل ثقة وبكل شجاعة، وهذه الشجاعة والثقة اللي جننت الأعداء. كيف دولة يقاتلون كده وهم 3,000 فقط؟ بس بدت جثث الروم تكثر، وبدأ اللي يسقطون جرحى كثير، فانطلق واحد ورم رمحه على زيد بن حارث، إلا بهذا الرمح يخترق جسد زيد ابن حارثة ويسقط من لحظتها شهيد في سبيل الله، يعني أصابت مقتل، إلا بالراية تسقط على الأرض. فركض جعفر بن أبي طالب وأخذ هذه الراية، وكان وقتها على فرسه، وارفع الراية وكبروا واستمروا في القتال، كملوا يقاتلون ما كأن حصل شيء. وهنا الروم خلاص بدوا يشوفون استبسال هذولا، يعني جالس فعليا يعني بدوا يخافون على حياتهم، فبدوا يجتمعون على جعفر رضي الله عنه وهو على خيله حوالي 100 شخص، فقتل فيهم عدد، فاجتمعوا الروم حول جعفر رضي الله عنه اللي كان ماسك الراية، فبدأ يقتل فيهم، يقتل واحد ويقتل الثاني ويبارز الثالث وكلهم حوله، وإنك تقاتل 100 شخص من دون ما تنجرح شيء عجيب جدا، فكانت الجراح فيه كثيرة، وكثر عدد الروم حول جعفر رضي الله عنه اللي ماسك الراية. في يوم شاف جعفر رضي الله عنه اجتماعهم حوله نزل من على خيله وقتل خيله، قتل خيله
كان اسمها الشقراء وكانت أول خيل تقتل في سبيل الله. بس قتل خيلة ليش؟ قتل خيلة عشان ما ينسحب مع كثرة هذول الروم. والله ما أنسحب وهذا الرايح بيده ويخش في حوالي 150 رجل من الروم يقاتلهم هو لوحده. يا رجل أوه يا أخي شد الشجاعة، ما فيه إلا شهادة انتهى. كان يقاتل في سبيل الله ويقتل الكثير حتى يقال بأنه ما قفى لأحد منهم، كلهم أمامه. كان يبارز 100 شخص في لحظة واحدة، وكان يقول في وقتها: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إلا قيتها ضرابها. يقول هذا كله هو يبارز ويكرر هذه الأبيات بصوت عالي، وهو ماسك الراية بيمينه ويقاتل بيسار. اليمين عادة القوية ما يبغى الراية تطيع، وهو يقاتل إلا بواحد يضرب يده اليمين فيقطع إلا بالراية تسقط. وش يسوي الحين؟ ما معي إلا اليسار، واليسار فيها السيف، وقدامي 100 شخص. فرم سيفه وامسك الراية بيده اليسار عشان لا تسقط راية الإسلام. وركز معايا، هذا جدي وجدك، هذولا أجدادنا، هذولا حنا أحفاد هذولا الرجال. فاجتمعوا عليه وهو ماسك الراية بيد. وش يسوي؟ اليد الثانية مقطوعة، ترفع واحد سيفه وقطع يده اليسار إلا بالراية تسقط. فركض جعفر رضي الله عنه وامسك الراية بيديه بأطراف يديه اللي باقية عضيديه، وهو ينزف نزيف شديد جدا، وقابل فيهم وجلسوا يطعنونه ويرمونه بالسهام حتى طاح شهيد رضي الله عنه. لا إله إلا الله. فركض عبد الله بن رواحة وكان على فرسه حتى هو، وامسك الراية وطالع في جسد جعفر رضي الله عنه، ناظر بهذا المنظر. لا إله إلا الله، يقال بأنه 100 طعنة في جسد جعفر رضي الله عنه، أكثر من 100 طعنة. من هول المنظر طالع عبد الله بن رواحة، جعفر كان معنا قبل شوية والحين بهذا المنظر، يعني طرفه الإنساني وطرفه يعني البشري، تردد وبدأ يحس بالألم، وبدت حتى جراحة اللي هو في جسده يحس فيها أكثر. أنت لو تفتح على واحد انجرح تقول كيف لك بواحد هو مجروح بنفسه ويطالع في جسد شخص زي كده؟ من كثرة الجراحة اللي فيه أخذ نفس شوية وطالع في المعركة وحس بالتردد، بس إنه قال هذه الأبيات مباشرة: أقسمت يا نفس لتنزلن، لتنزلن أو لا تكرهن، إن أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة. الله أكبر، هذه الأبيات سببت لي قشعريرة مباشرة. قاعد يخاطب نفسه يقول: ما لي أراك تكرهين الجنة، إيش فيك ترددتي؟ مع أنه شعور طبيعي، يعني شعور بشري، نفس البشرية، خوف طبيعي، يعني كيف لك بحالنا حنا يا رجل؟ يقول: مالي أراك تكرهين الجنة. الله أكبر. بعدها قال الأبيات هذه: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيت فقد أعطيتي، إن تفعلي فعليه ما هديتي. يقصد بزيد رضي الله عنه جعفر رضي الله عنه. فناظر عبد الله بن رواحة في الجيوش وبيده الراية، وكان في صحابي ينظر فيه في هذيك اللحظة، يقول: هذيك اللحظة هي آخر مرة شفت فيها عبد الله بن رواحة. فركض عبد الله بن رواحة وادخل بين السيوف وقاتل قتال شديد حتى قتل، استشهد في سبيل الله. كل قادة الجيش استشهد، أمراء الجيش اللي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم استشهد، ما في أحد الحين يأخذ الراية. قام واحد من الصحابة اسمه ثابت بن أقرم أخذ الراية، فركض بها لخالد بن الوليد، يبغى يعطيها خالد بن الوليد قائد من القادة العظماء في جزيرة العرب. فقال له: يا خالد خذها. قال له: خالد لا أخذها منك، أنت أقدم مني في الإسلام وأنت شهدت بدر. قال ثابت: يا خالد الله يهديك، والله يا خالد ما أخذت هذه الراية إلا لك، أنت أعلم بالقتال مني، خذها بس. فأخذ خالد بن الوليد الراية، ومن هنا الموضوع تغير تماما. أول معركة لخالد بن الوليد. طبعا يوم ماتوا الأمراء كلهم، قام النبي صلى الله عليه وسلم وصعد على المنبر ونادى في أهل المدينة أنهم يحضروا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في منظر عجيب وبدأ يتكلم عن أحداث هذه المعركة لأهل المدينة، والمسلمين لا زالوا يقاتلوا، وهذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي؟ إنهم انطلقوا حتى لقوا العدو فأصيب زيد شهيدا، فاستغفروا له. فقاموا أهل المدينة يستغفروا له: اللهم اغفر لزيد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب فشدوا على القوم حتى قتل شهيدا، اشهدوا له بالشهادة. قاموا أهل المدينة فاستغفروا له. ثم أخذ اللواء من بعده عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه حتى أصيب شهيدا، فاستغفروا له. فاستغفروا له أهل المدينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء، وهو أمر نفسه. ومن بعدها مد النبي صلى الله عليه وسلم يديه للسماء وقال: اللهم هو سيف من سيوفك فانصره. ومن هذه اللحظة سمي خالد بن الوليد سيف الله المسلول،
إلى يومك هذا. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر. وطبعا بعض اللي في المعركة أصلا ما يعرف هذه التفاصيل اللي حصلت لهم، كل واحد مشغول يقاتل عدوه. كانت هذه من نبوات النبي صلى الله عليه وسلم أو من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. المهم إن بعد هذه المعركة القوية حل الليل، وكانت الجيوش إذا حل الليل كل واحد يرجع لخيامه ويبدون القتال في اليوم الثاني. وبيت الجيشين والراية باقي مع خالد بن الوليد. فأول ما أصبح الصبح فكر خالد بن الوليد بخطة، فكر بأنه يغير ملامح الجيش تماما ويوهم الروم بأن جاه مدد من النبي صلى الله عليه وسلم عشان يبث في قلوبهم الرعب. وفعلا غير ملامح الجيش تماما، بدل فيه وغير فيه إلى درجة أنه اللي يشوفه من بعيد يقول هذا جيش جديد. ها في مدد صار، في العدد زاد وكثر. وفعلا أول ما صحيوا الروم وجهزوا الجيوش طالعوا في جيوش المسلمين إلا وكأن شكلهم صار كثير، العدد صار أكثر بكثير، وبدأوا يتناقشون الموضوع مع بعضهم. حنا 3000 وهذول القتلى الكثر اللي فينا، كيف لو زادوا؟ هذولا ما هم بشر. فبدوا الروم يتخاذلون شويتين ويراجعون الموضوع مع بعض. وهنا استغل الموضوع خالد بن الوليد فهجم عليهم فقاتل الروم وقاتل المسلمين. وهنا في أقوال كثيرة وش اللي حصل في المعركة. يقال إن بعد ما هجم المسلمين على الروم انسحب الروم وهرب، أما الصحابة فما لحقوا بجيوش الروم واكتفوا بأنهم يأخذون أنفسهم والغنائم يرجعون للمدينة. أما القول الثاني يقال بأن المسلمين ما هاجموا في الأصل، وأن خالد بن الوليد أوهم الروم بأنه بيفعل فيهم كمين، وبدأ خالد بن الوليد يتراجع شيء في شيء، وقف الروم وما لحقوا بالمسلمين ورجعوا المسلمين لديارهم، فقتل من الروم عدد كبير جدا لدرجة أن خالد بن الوليد يقول لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، فما بقي في يدي إلا صحيفة يمنية. كيف لك بعدد القتلى من الروم؟ هذول هم أجدادك الشجعان، وأتحداك تجيب لي ناس أشجع منهم في التاريخ رضي الله عنهم أجمعين. فعلا ما اختارهم الله سبحانه وتعالى لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأنهم كانوا أفضل الخلق بعد الأنبياء فعلا. أما بالنسبة لجعفر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم رآه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أن الله سبحانه وتعالى قد أبدل بدلا من يديه اللي تقطعت في سبيل الله جناحين في الجنة، وأن اللي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم جبريل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فأخبره أن الله سبحانه وتعالى قد جعل لجعفر جناحين مضرجين بالدم يطير بهما مع الملائكة رضي الله عنه، وسمي من بعدها جعفر الطيار رضي الله عنه. وفي أبيات الحسان بن ثابت يعبر فيها عن حزنه على جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول فيها تأوبني ليل بيثريب أعسر، وهم إذا ما نوم الناس مسهر، لذكرى حبيب هيجت لي عبرة سفوحا، وأسباب البكاء التذكر، بلاء وفقدان الحبيب بلية، وكم من كريم يبتلى ثم يصبر. رأيت خيار المؤمنين تواردوا شعوبا، وقد خلفت في من يؤخر، فلا يبعدن الله قتلى تتابع، بمؤتة منهم ذو الجناحين جعفر، وزيد وعبد الله حين تتابعوا جميعا، وأسباب المنية تخطر. غدا تغدوا بالمؤمنين يقودهم إلى الموت ميمون النقيبة أزهر، أغر كلون البدر من آل هاشم شجاع، إذا سيم الظلامة مجسر، فطاعنا حتى مات غير موسد، بمعترك فيه القنا يتكسر، فصار مع المستشهدين ثوابه جنان، وملتف الحدائق أخضر، وكنا نرى في جعفر من محمد وفاء وأمرا حازما حين يأمر، فما زال في الإسلام من آل هاشم دعائم عز لا يزول ومفخر. إلين هنا وصلنا لنهاية قصة معركة اليوم. إذا وصلت لين هنا لا تنسى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتروح تتابع باقي السلاسل اللي على هذه القناة في 3 سلاسل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.